الله أوقاتكم. اليوم حابة أوثق فشي تقريبا قل، ولكن سابقا خلينا نقول الشريط الحدودي أو الكرد المواليد لآل محمد كلهم كانوا يتكلمون يعني بهذا الموضوع. أكو كانت مراسيم ومصطلحات تطلق لزائر الإمام الرضا وزائر كربلاء، يعني مثلا زوار الإمام الرضا اللي يروح يزور يقولون عليه مشي، يعني أنا جدي كان اسمه مشي حسين، مشي حسين جدي سنة كاملة استغرقت الزيارة مالته للإمام الرضا ليش لبعد المسافة، وكانوا كلهم على الخيل يطلعون زين. مو بس هاي اللي يجي من الإمام الرضا، يجون الناس يباركونه، يجيبون هدايا، يجيبون كلات قند، كلات قند أو يجيبون هدايا، وطبعا يذبح ويعزم الله. أما زائر الكربلاء يسمونه كلاي، إحنا دا نحكي عن مجتمع في إيران وعلى الكرد الموالي لآل محمد حتى الموجودين في العراق. زوار الإمام الرضا، زوار كربلاء يسموهم الكلاي، معناها اللي بعد شيء أعلى من اللي رايح للرضا المشهدي، أنه راح الرضا وراح هاي. ومن يرجعون من كربلاء يصير استقبال لهم، يصير ذبح لهم، يعني يذبحون ينحرون يولمون. هسه مشي مراد هو راح يحكينا. مشي قديم إلى تشكردن وقت زيارتي إمام رزا كردنا، شنا أرى إمام رزا مشي وشا بيجن كلايش وشا إيجن كسي كما شو إمام رزا زيارة مكنك بعد پس میاد که مراسم میگیرد. مراسم مردم تیان دیدن و مثلا کسل از برنج تیارن، کاور تیارن، توش تیارن، که روین دان تیارن، تیان دیدن، کلقان تیارن. بعد ایبا مثلا موشن فرانکس چیست؟ مشهدی؟ مشهد مثلا مشهی. مشهی، ایستو مشهی؟ مشي. زاتم مشي ما كسك شو أرى كربلاء تيشن أبي؟ كلي. بل. كلي. وقتي شن أرى كربلاء وتيون؟ شا كان أرايان مراسم؟ همون كار أنجام ميدان. شو كربلاء زيارة كيس جم مثلاً تيان مثلاً مشن فلان كاس جسا. كربلاء. كربلاء. كربلاء أمام حسين بس مجن كلي. كلي. بل. مراسم بعد مراسم همه جور اگه محشد مثلا که مراسم گری مثلا که دعوت مردم کهید تنه دیدنی دعوت آن کن؟ دعوت آن کن سفرت آن کن؟ مثلا فرد بگه دی کلی موشن دی بیشی مثلا فرن قسم خود که مثلا موشن با قسم با کلبلای که فلان کت رفته قسم خود. يعني يقول اللي يرجع من كربلاء لازم يذبح، يسوي وليمه، يعزم الناس. احلى شيء هسه يا جماعه قال قبل اللي يروح الكربلاء ويجي شيء عظيم، شيء مشكله، يعني لازم الناس تجي استقبال، هدايا. هسه يقول بزياره الأربعين الكل زاروا كربلاء، ولكن هو يقول قبل وليمة وعزايم. هسه مثل قبل ما نختم نقول اللي رايح للرضا يسموه مشي، اللي رايح الكربلاء يصير كلاي. يعني هسه هاني هم مشي وهم كلاي. باشا يعني خاص أقريكي تشي أرى كربلاء وأرى إمام رزاق شن أبي، يا كم جار شن أبي مشي يا كلاي، يسمى كلاي ومشي وهاجيم. هم كلاي موسن هم مشي. هم كلاي إشم؟ هم مشي. واللي كان قبل رايح الكربلاء وجاي الكلاي من يحلف بعد هذا هو يصدقون به لو مهما يكون. ليش؟ لأنه زاير الإمام الحسين. كل الاحترام لكم، حبينا نوثق شيء خلينا نقول من الألقاب القديمة لزوار الإمام الرضا أو زوار الإمام الحسين. زهرة زنقنا ويا مشي مراد ممنون.